بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي زوار موقع الشخصي علمني 3D.com، من أكتر من 28 ساعة ابتدينا الرحلة مع بلان أوتوكاد، بلان وواجهات، والحمد لله بعد مرور الوقت الطويل ده قدرنا نوصل للمنظور النهائي اللي هنوصله للعميل. كل الوقت ده مر علينا في مناقشات وتطبيق عملي لكيفية الحصول على هذا المنظور. دلوقتي ممكن تعتمد على نفسك وعلى كل المهارات اللي أنت استخدمتها خلال الرحلة اللي فاتت دي في إنك تعمل المنظور المعماري الخاص بيك. وطبعا الرحلة دي ضفت لنا مهارات وضفت لنا ثقة كبيرة جدا، ومن غيرها ما كانش ممكن تبقى محترف في هذا المجال. خلال رحلتنا عدت علينا العديد من المحطات المهمة، زي ازاي بنستلم العمل وبنحدد الوقت والأجر المناسبين، ازاي بننشئ الجدران، طبعا في طرق كتيرة اتكلمنا عليها وناقشناها تقريبا كلها، يعني طبقناها كلها، وكيفية استيراد العناصر الجاهزة مثل الأبواب والشبابيك والعناصر الديكورية والحاجات دي من الإنترنت، وازاي بنحطها في الفراغ المخصص لها في المشهد بتاعنا، واتعودنا على كيفية تنظيم العمل وعمل المجموعات والعزل والإخفاء للعناصر لتسريع التصميم، وكيفية استيراد المخططات والواجهات من برامج الأوتوكاد واستيراد طبقات بعينها والالتزام بكل التفاصيل اللي جت في ملف الأوتوكاد، بالإضافة لعمل التفاصيل زي البرامج والكرانيش والأعمدة والحديد المجهول، واستخدام صور الماسكات أو عناصر الار بي سي عشان نضيف عناصر البيئة زي الأشخاص والسيارات والعربيات، وكمان استخدمنا إضاءة الشمس وتعلمنا ضبط إعدادات مقبس الفيري سواء للمعاينة أو للإخراج النهائي، بالإضافة لكيفية تخزين الفيري الراديانس ماب ونستخدمها مرة أخرى عشان توفر لنا وقت، وعرفنا إزاي إن إحنا نعمل خامات أو نستخدم خامات جاهزة أو نعدل في الخامات الجاهزة اللي بنجيبها من على الإنترنت، وأخيرا كيفية استبدال الخلفية بتاعة المشهد بخلفية طبيعية تزيد من الناحية الطبيعية في المنظور بتاعنا داخل برامج الفوتوشوب، وده باستخدام ال V-Ray ZD. دول الحصول على رحلة الإظهار المعماري يمكن الاتصال بي عبر الهاتف بتاعي، عبر رقم الهاتف بتاعي أو عبر البريد الإلكتروني أو عبر موقعي، وأنا بقدم خدمة دعم فني عن طريق البريد الإلكتروني أو الهاتف أو الدردشة لمدة 30 يوم من تاريخ الشراء. الرحلة مدتها تزيد عن 28 ساعة تسجيل فيديو عالي الجودة ومرفق مع كل الملفات اللازمة للعمل خلال الرحلة بتاعتنا، وحجم الإجمالي 7 جيجا. ممكن تحملها من الموقع بتاعي بروابط مباشرة سريعة تدعم الاستئناف، أو اطلبها بالشحن تصل حتى محل إقامتك. تمن الرحلة للمصريين 250 جنيه، أما بالنسبة للأخوة العرب فهي 50 دولار، وطرق الدفع متعددة. من الممكن تحويل المبلغ عن طريق إحدى مكاتب شركة ويسترن يونيون في جميع أنحاء العالم، أو عن طريق الإيداع المباشر في حسابي البنكي، أو عن طريق التحويل عن طريق موقع ماني بوكرز في حسابي في ماني بوكر، أو أي طريقة تانية ممكن الاتفاق عليها عبر الهاتف. وطبعا في طرق أخرى للدفع الكاش في القاهرة الكبرى ومدن الدلتا، وبمجرد التأكد من تحويل المبلغ سيتم الإرسال للمجموعة في نفس اليوم، أو يتم إعطائك الرابط للتحميل في نفس اليوم دون انتظار وصول المبلغ فعليا. مع تحياتي مهندس عادل يسر الصياد، مهندس اتصالات، ومع تحيات موقع الشخصي علمني 3D.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. احنا خلصنا الكورس من خلال الدروس اللي فاتت، لكن انا ما حبيتش اختم الكورس من غير مثال عملي كبير. النهارده بنتخيل ان انا راجل شغال رسام، يعني مانيش مهندس عمارة ولا مهندس مدني ولا حتى مقاول، انا شغال رسام اوتوكاد بس، ده اضعف الايمان يعني. فلما اشتغل في واحد يقول لي ارسم لي، وبيحدد الفكرة، عنده حتة ارض واللي عايز هنا غرفة وهنا محل وهنا صالة وهكذا. فهنفترض ان انا اشتغلت مع حد، الطرف اللي انا بعمل له شغل الرسم ده وراني حاجه زي كده ماشي، بس هو طبعا عملها لي بالقلم، خطوط مش مستقيمه، دي معموله في البرنامج الرسام عادي يعني. رسم لي الخطوط دي، قال لي انا عندي حته ارض عايز ابنيها، فعايزك تعمل لي هنا مثلا مدخل، ده الدور الارضي مثلا، مدخل 3 متر 42 وجنب منه محل 3.85. طبعا ليه 42 ليه 85؟ مش قصتي انا، ده قصه اللي حط الارقام، اللي هو المهندس المعماري يليه المفروض المهندس المدني. في المناطق الاقاليم وكده في مصر ممكن المقاول هو اللي يخلص الموضوع ده، ولو انه مش قانوني يعني، هو اللي بيحدد ليه المسافه دي كده وليه المسافه دي كده، وعنده اعتبارات كتيره وشاف مباني بالمقاسات دي ولقاها مظبوطه وكده، وبيتحاول يحط مقاسات مناسبه في حدود المساحه الاجماليه المقرره له يعني. بيقول لي مثلا عايزك ترسم لي الدور الارضي بحيث يبقى ده مدخل، والمدخل هنا في غرفه، وهنا في محل، والمحل له طرقه وله بقيه المحل، وهنا في المسقط، بسميه في مصر المسقط، وحط لي ابعاد جنب الحتت الرئيسيه عندي في الرسمه بتاعي، يعني هنا مثلا الجزء ده مهم جدا، فقال لي طوله قد كده، وده طوله قد كده، وده طوله قد كده، وهكذا. هنا مثلا في باب للغرفه، فما حطليش بقيه الجدار قد ايه، يعني نحط باب مناسب ساعتها بقى متر 90 يعني، هنشوف هنعمل ايه. هنا مثلا في شباك عشان المدخل ده يبقى فيه شباك برضه، باعتبار ان ده مخزن داخلي يبقى فيه له تهويه او كده. هو الراجل عايز يعمل تصميم بالشكل ده، فانا بقى عايز احوله له من مجرد سكتش يعني حاجه كده بالورقه والقلم لتصميم اوتوكاد. طبعا لازم يكون كل الابعاد موجوده. واحد يقول لي طب ما هو البعد ده انا ما اعرفش هو بكام، هقول لك ما هو ده قد ده اهو، وده ده 295 وده 280. خدوا بالكم برضو يعني، انا برضو ايه، ممكن اللي بيحط لي التصميم المبدئي اللي انا بنفذه اوتوكاد او برسمه اوتوكاد يكون غلطان. لو في اختلاف انا برجع للي بيديني الرسمه واقول له لا في اختلافات يعني، اتخذ قرار بحيث تظبط الارقام يعني. انا بقى عايز ارسم حاجه زي دي واحط عليها الابعاد واعمل لها طبقات وخلاف، طيب هنعمل ايه؟ طبعا المثال ده مثال سهل، وقطعه الارض مستطيله، الموضوع بالنسبه لي هنا سهل، فانا اصغر الرسمه دي شويه عشان كل شويه هرجع لها. خلاص في هنا خط هنعمله، وعلى مسافه 3 متر 42 هناخد خط، وعلى مسافه 3.85 هناخد خط، يبقى ده الخط الجار اليمين وجار الشمال، والخط ده مهم لان عليه غرفه ومخزن وكده. الاول انا هكتب 3.42 ولا 342؟ والله براحتك، عايز تلغي كسور بس الارقام هتبقى كبيره اكتب بالسنتي، عايز تعتبر الارقام دي بالمتر حط علامه عشريه، بس ما تكتبليش ده 3.42 وتكتب لي ده 375، لا اثبت على حاجه. لما تيجي حضرتك تحط الابعاد مش هتكتب لا سنتي ولا متر ولا بوصه ولا حاجه، يعني اللي انت ناويه هو اللي يبقى مفهوم في الناتج النهائي. مفهوم انا كنت ناوي بالمتر يبقى الارقام دي بالمتر، كنت ناوي بالسنتي الارقام دي بالسنتي. فالارقام هنا جايه لي بالمتر، انا ادخلها بالمتر ورايح دماغي. هنخش الاوتوكاد ماشي، ونخش هنا نفتح ملف جديد. خلاص مش هتفرق بالنسبه لي اول ملف جديد ده يعني انهي قالب من دول، لكن لو قلت له اوتوكاد ايزو يبقى انا شغال المفروض بالملي، ولو قلت له اوتوكاد بس يبقى انا شغال بالبوصه، في الحالتين انا ما بشغلش بالي يعني، دول يفرقوا معايا لو انا بعمل التصميم ده وبعدين اخده لبرنامج ثالث او برنامج تاني بعد الاوتوكاد، ساعتها البرنامج التاني ده هيحس التصميم اوتوكاد كان بالبوصه ولا كان بالملي. احنا بنتجاهل الكلام ده، وباعتبار ان البعد بيتكتب رقم ما بيتكتبش جنبه وحدته ايه، فاحنا بنعتبر ان كل ده صيانه ونمشي على نيتنا. هاخد اوتوكاد ايزو او اي حاجه واقول له اوكي اوبن افتحه. نرجع للرسمه بتاعتي، انا عندي هنا خط ماشي، هقول له لاين، الخط ده طوله 867 يعني رقم كبير قوي. طبعا انا عمق المبنى مش هيزيد عن 10 متر 15 متر بالكثير، فبالتالي انا هرسم ارقام صغيره. طيب انا هقف هنا كده واعمل كليك واعمل زد انتر الانتر، خلاص واخد ده اعمل منه كوبي سي او انتر، وامسك من هنا 3.42 اسكيب، وبعدين انتر عشان اعمل كوبي تاني، واخد ده كده يمين شمال 3.85. طبعا مش محتاج الابعاد الكتيره الكبيره دي قوي،
ممكن امسك ده كده واضغط شوية، يعني بالتقريب. طبعا يا جماعة هو كل واحد له اسلوبه في الشغل، اهم حاجة اوصل لنتيجة بسرعة ونتيجة دقيقة. وسكيب. نرجع تاني للرسمة بتاعتي، 3.42 و3.85. طيب في هنا خط على بعد 1.05 متر، في واحد بيحب يعمل الخطوط كلها وفي الاخر يشيل الزيادات، وفي واحد بيتلخبط فبيعمل الخط على القد. انا همشي مع اللي بيتلخبط ده، ماشي. هنا ده طوله 295، ف295 هاخد خط ب 280 سم. ادي لاين اهو، وهعمل كوبي مسافة 295. خلاص. طبعا هنا في فتحة 1.05 متر، أو معلم على ده وماسك النقطة دي ومتحرك الاتجاه ده 1.05 مم، يبقى أنا كده لميته شوية. وبعدين اسكيب وأقول له لاين وأطلع لفوق 2.8، وبعدين أخش هنا كده. ده الشكل اللي عندي في التصميم. يبقى أنا إيه، رسمت الخط ده، مش مشكلة الباب دلوقتي نفتحه بعدين، وخدت خط بالعرض وقمت مقصره المتر وخمسة سنتي، وقمت طالع الميتين وتمانين وقمت قافل هنا. هنطلع بعد كده ناخد خط تاني، أو ناخد الخط ده نمده جوه كده. الخط ده ملوش وجود في الجزء الداخلي، هنوقفه هنا. بعدين عندي الحتة دي 3.75، والحتة دي متر وربع، يعني الجدار ده كله 5 متر. هنقوم جايين عاملين كوبي من الجدار ده كده لفوق مسافة 5 متر، ناخد ده نلمسه كده، ناخد ده نلمسه. عايزين بقى نعملها بالترم، نعملها بالفلت، بأي اسلوب، المهم الحاجات دي تلمس بعضها. وبعدين اقول له كوبي، لو انتوا فاكرين المسافة دي كده بمتر وربع، والعرض بتاع المسقط 295، هقول له كوبي سي او انتر، الخط ده مسافة 295. وبعدين اقول له ترم تي ار انتر، دول بيقطعوا ببعض ومش عايز الحاجه دي. يبقى انا كده كونت الشكل العام للمكان بتاعي بمنتهى البساطه. طبعا مش شرط الخط ده يكون على استقامه الخط ده، مش شرط خالص. طيب هنبتدي بعد كده نعمل موازاه للجدران دي كلها. انا هنا شغال من بره، يعني هنا في جار على طول وهنا في جار، فاكيد الجدار ده هعمل له موازي من جوه. عرف ان الجدار، يعني حسب المكتب اللي شغال فيه، عرف ان الجدار بحسب سمكه من غير تشطيب، اللي هو عرض الطوبه بس، بيبقى 12 سم. وباعتبار ان انا شغال هنا بالمتر يبقى 12 من 100، فهقول له اوفست او انتر ب 12 من 100، واخد الخط ده اوزيه جوه، واخد الخط ده اوزيه جوه، وده اوزيه جوه، وده اوزيه جوه. ده اجباري، يعني لازم اخد الموازيات في اتجاه جوه المبنى بتاعي. طب الباقيين دول بقى اوزي جوه ولا اوزي بره؟ ما انا هتلخبط. خلاص. طيب نعمل ايه؟ في ناس بتقول لك ممكن يعني اختار اي اتجاه توزي فيه، يعني ال 12 سم مش قضيه قوي. وفي ناس تقول لك انت لو خدت ال 12، خدت الجدار ده كده وخدت ال 12 سم في الاتجاه ده، هيضيق اكتر. طيب نعمل ايه؟ هو هنا مهم قوي ان اكون فاهم ومصحصح مع الراجل اللي انا شغال معاه. هو عايز ده متر و5 سم، فال 12 سم لو تاخده من ده و12 سم تاخده برده من ده، فهيقل 24 سم يبقى 86، 86 تبقى صغيره قوي، يعني لو عايز تدخل حاجه المخزن يطلعها مش هينفع معاه. فواضح هنا ان الراجل بيقول لي ظبط دي، ظبط دي تبقى متر و5. فباعتبر ان انا مجبر اخد هنا السمك، فاكيد السمك التاني ايه؟ هيبقى يمين برضه، ده غصب عني يعني. فهقول له او انتر وانتر كمان عشان اوافق على 12 سم اللي فاتوا، واقوم واخد موازي. خد بالكوا ده كده مش 105. عليا بقى اسال الراجل اللي شغال معاه، خد بالك والمفروض السؤال ده هساله له قبل ما ابتدي الدرس. اقول له طب سمك الجدار هيتاخد من متر و5 ولا لا؟ لو قال لي لا، اقول له خلاص ده بقى مش هيبقى 280. نضطر اخش جوه شويه. خلاص. طيب بقيه الجدران، قال لك بقيه الجدران في الغالب برضو ان المنور ده مساحه يعني يعتبر رايحه، فلما يقول لك مساحته كذا بكذا ما تدخليش الجدران فيه، يعني خلي الجدران مش محسوبه من المساحه دي بره منه. فاقول له اوفست واخد موازي هنا وموازي هنا، لان المساحه ديت بتبقى اقل مساحه ممكنه تعمل تهويه للمكان. خلاص. يبقى عندي بقى بقيه الجدران هعملها يمين ولا شمال. في اسلوب تاني ان انا اقول له اوفست والمسافه ب 6 من 100، بحيث يبقى الخط ده خط منتصف، اعمل موازاه فوقه وموازاه تحته وموازاه يمينه وموازاه شماله، وهو الخط نفسه هحذفه بعد كده.
وبعدين اقول له سكيب، واخد الخطوط اللي في النص دي ديليت، والخط ده بيسموا الخط اللي انا عملت له اوفست يمين وشمال ده سنتر لاين، يعني ده خط في وسط الجدار، هو ده الخط اللي بيعدي في وسط الجدار، فنص الجدار متاخد من مساحه الاوضه اليمين ونص من مساحه الاوضه الشمال، بدل ما مساحه الجدار يعني عرض الجدار يتاخد من اوضه واحده. وبعدين اعمل تريم تي ار انتر خلاص، وبالشيفت نزود ده، الشيفت نزود ده، ومن غير شيفت نشيل دول، وهكذا نشيل دول، مش عايز اي حروف تي خالص. غلط طيب كنترول زد وانا شغال في الامر برضو، نشيل دول كده، امثال بسيط جدا، وبالشيفت نطوله، نشيل الحاجات دي برضو، وبالشيفت نطول، انا محتاج دي تتسد نعملها بعدين. ماشي الشفت. طيب ما هو ده عشان يتمد لازم حد يوقفه، فلازم اقول له اعتبر ده ممتد، ارجعوا للترس بتاع الترم، فاقول له اي ايدج الحواف القاطعه بتاعتي ايدج اي انتر، واقول له اكستند اعتبر الخطوط ممتده، فلما اجي اضغط على ده بالشفت كان ده ممتد وهيوقفه، واضغط على ده بالشفت برضه واقول له اسكيب، وبعدين اقوم راسم هنا لاين. خلاص طيب عايزين نعمل الفتحات بتاعتنا، هقول لك مثلا طبعا هنا ما وضحش وعايز فتحه دي قد ايه والفتحه دي قد ايه، وهيقول لك يعني يكتب لك يقول لك شفوي. هنفترض مثلا ان انا هنا ده مثلا باب محل مثلا، فهقول له عايز افتحه صاج، فهو عايز ياخد معظم المساحه، او مثلا هو عايز يعمل هنا مثلا رف، الرف ما ينفعش يبقى هنا فتحه الباب على طول، فيعمل لاين، وعايز مثلا فتحه 280 سم، هقول له كوبي لده في الاتجاه ده 280 سم، بحيث الحته دي تبقى مبنيه، نحط هنا الرف بتاعه واقول له تريم تي ار انتر، ويقوم شايل دول انتر وشايل الحبل. خلاص هو ممكن بعد كده اقول لك لا راح حلي الباب الصاج على الجدار مثلا يعني، فاقول له موف ام انتر وامسك الناس دي ومرحلها كده، وبعدين تريم ده بيقص وده بيقص انتر، وده يتشال، ودول يتمدد، وده ديليت عادي. خلاص هنا مثلا في باب 110 سم، هقول له لاين، مش هسيب جزء كده ايه كتف للباب بسيط، اقول له كوبي او تقول له اوفست براحتك لو انت عايز متر، وبعدين ترم الناس دي بتقطع في بعضها، وانتر، واقوم شايل الحاجه دي كده. التفاصيل بتبتدي تبان معايا واحده واحده. المنور ده له باب، طبعا هو مش قضيه يعني، انا بحط عرض المنور، باب المنور مثلا 90 80 كده يعني، بس وقت التصميم يعني حاجه مش جوهريه، ممكن بقى يزود عرضه شويه يقلل له شويه، فهو مزاجه. هقول له مثلا لاين عشان يبقى هنا بس في كتف، لاين عشان يبقى هنا في كتف، ومش مهتم خالص الطول قد ايه دلوقتي، واقول له ترن، الناس دي بتقطع في بعضها، وده بيقطع بيقطع بيقطع، وده اللي ايه خلاص. هو عايز هنا شباك عرضه 120 سم مثلا يعني، هقول له لاين، نسيب جزء كده، اقول له كوبي، وناخد في الاتجاه ده 120 سم، او مثلا نزوده شويه 150، هعمل موب لده كده 30 سم كمان، 3 من 10 يعني، وبعدين اقول له ترم، الناس دي بتقطع في بعضها اهو اهو. خلاص ده كده الشكل العام عندي. طبعا انا هنا عندي هنا في بوابه حديد، فالبوابه دي مش هتبقى بالعرض الكبير ده كله، هقول له لاين مثلا، او هاخد ده، ممكن اخد الجدار ده وازوده كده مثلا 40 سم، واخد الجدار ده وازوده كده مثلا 40 سم، وبعدين هاخد ده معايا، وبعدين هقول له كوبي، واخد ده اعمل له كوبي، خدوا بالكم امسكه من هنا لهنا عشان يطلع اليمين بيوز الشمال، واعمل لاين كمان. طبعا يعني انا برسم بسرعه، انا بحاول ابطئ نفسي بس من كتر الرسم انا متعود على الرسم بسرعه. حضراتكم بقى توقفوا درس الفيديو وتمشوا واحده واحده توصلوا نتيجه ان شاء الله. واقول له ترم، دول بيقطعوا في بعض، ودول كمان انتر،
ده يطير ده يطير ده يطير ده يطير. ده كده الدور بتاعي خلاص، كل دي جدران. انا ما حددتش فين الشبابيك، انا عامل فتحات بس لسه ما حطيتش حاجه بتعبر عن شباك، بتعبر عن باب، بتعبر عن سلم، ما حطيتش اي حاجه. الحق نفسي بقى، لان انا كده دخلت في الموضوع شمال وتسرعت، ان انا اعمل طبقات عشان يبقى شغلنا صح. هخش هنا على لير مانجر او لير بروبرتيز، مدير الطبقات او خصائص الطبقات، واخش هنا اقول له مثلا بالعربي اهو جدران، والجدران دي مثلا يعني اخلي لونها ازرق، واخد دول كلهم، اخد دول كلهم اوديهم لطبقة الجدران، وبعدين اعمل سيف مثلا على سطح المكتب، اسميها مثلا عمارة الحاج محمود مثلا، يعني اي حاجة. اي حاجه على سطح ده خلاص. طيب انا دلوقتي مثلا قعدت اشتغلت شويه وبعدين خدت ريست، سبت ملف الاوتوكاد مفتوح. لما نروح للملف بتاع عماره الحاج محمود ده، الاحظ ان في ملف جنب منه اختصار دي دبليو ال. الملفات دي ملفات باك اب، عشان الملف ده لو باظ هو الاوتوكاد بيحاول يرجع الداتا من الملفات الاحتياطيه دي، وبتتمسح اوتوماتيكي. لو عملت كليك يمين بروبرتيز على الملف ده، فين احصائيات؟ يقول لك الملف ده شغالين فيه بقالنا 12 دقيقه. فهو عاده يعني كل ما افتح الاوتوكاد اكتر على الملف ده، حتى لو انا شغال العداد ده بيعد والوقت بتاعه بيزيد، فتقدر تاخد فكره تقريبيه الملف ده في شغل كتير ولا لا من خلال التوقيت. بس طبعا يعني ده مش حاجه يعني الزاميه، يعني يكون الوقت كتير يبقى الشغل كتير مش شرط. يعني لو سبت دلوقتي ورحت اتفرجت على الماتش وجيت، هلاقي مثلا ساعتين، مع ان انا ما اشتغلتش غير 12 دقيقه بس. جميله. انا عندي هنا عندي هنا ابواب خلاص، عندي هنا باب ضرفتين، وعندي هنا باب بيتسحب من فوق لتحت، باب محل، وهنا باب ضرفتين، وهنا باب جرايات انا منتال، وهنا باب ضرفتين. طب انا عايز ابواب اعمل ايه؟ هنخش على شبكه الانترنت ونخش في جوجل ونقول له بلوكات اوتوكاد، اوتوكاد بلوكس، او بلوكات اوتوكاد مجانيه. طبعا احنا كنا اتكلمنا على البلوكات باستفاضه وعرفنا ازاي نجيب بلوك من الانترنت. حضراتكم ما تقلقوش بالنسبه لموضوع البلوكات، لان حضرتك شغال عند واحد دلوقتي على الكمبيوتر بتاعه، فغالبا ما انتش شغال لوحدك او ما انتش اول واحد تشتغل، فاكيد في بلوكات كتيره جدا عنده، فما تشغلوش بالكم موضوع البلوكات ده. انا راجل شغال شغل اساس 3 دي ماكس، فبيجي لي الشغل ال2 دي ده معمول، يعني دوبك بعدل فيه، بدي فيه كورسات، بس مش شغلتي ان انا ارسم ال2 دي، انا شغلتي في ال3 دي بس. فانا ما عنديش بلوكات، فانا هخش النت دلوقتي واقف التسجيل، خش النت ادور على شويه بلوكات تساعدنا. خلاص مش سر يعني، يعني ممكن تروح اي مكتب بتاع تصميمات هندسيه اللي عنده ما لذ وطاب من البلوكات. خلاص هشوف موضوع البلوكات ونرجع تاني. انا حملت شويه بلوكات من موقع اسمه كات كورنر، مبصيتش عليهم، تعالوا نبص عليهم سوا. ده مثلا باب المزدوج، ماشي. هقول له بقى ايه؟ اي انتر، لان انا عندي بلوك بالانجليزي طبعا، اسف، اي انتر، وبعدين اقول براوس، ومن سطح المكتب في البلوكات انهي واحد هو ده. طبعا انا مش عارف هعمل سكيله ازاي، يعني هديله سكيل، هكبر هصغر، فمش قضيه دلوقتي، انا ادخله بحجمه وبعد كده اعمل له سكيل زي ما انا عايز، واقول له اوكي. خلاص عندي مشكلتين، الباب عايز يلف، وبعدين الباب سكيله مش مظبوط، فهعمل له روتيشن ار او انتر، وعلم عليه انتر، واحدد البيز بوينت النقطه دي مثلا، وادي له 90 درجه. ماشي، واضح ان الباب كبير، مش مشكله. دلوقتي هقول له كوبي، وامسك الباب من النقطه دي، اوقفه هنا مثلا. خلاص طبعا الباب كده كبير، انا عايز اصغره. هنعمل ايه؟ هنعمل حاجه اسمها ريفرنس واحنا بنعمل سكيل، راجعوا درس السكيل لو انتوا عايزين. فهقول له سكيل اس سي انتر، سكيل اللي هو الرمز ده، واعلم على البلوك انتر. دي النقطه لا تثبت، يعني بعد ما اصغر النقطه دي تفضل لمسه زي ما هي. انا مش عارف اكتب كام، يعني اكبر من واحد هكبر، اقل من واحد هصغر، انا مش عارف اكتب كام. فهقول له ريفرنس ار ار انتر، وادي له ثلاث تكات، التكه الاولانيه في المكان اللي انا مثبته، التكه الثانيه
في نقطه انا شايفها حاليا بحيث ابقى عارف هي هتروح فين. اه يبقى دي النقطه الثانيه. ليه؟ اصلا انا عارف ان النقطه دي هتيجي هنا، يعني وانا بقرب هو عمال ايه؟ بيصغر معايا ومعامل كليك، خلاص كده الباب اتحل. طب عايز اخد منه كوبي الناحيه الثانيه بسيطه، اقول له كوبي سي او انتر، واخد كوبي كده سكيب، وبعدين اقول له سكيل اس سي انتر، واقوم مثبت النقطه دي واقول له ار انتر، ودي كليك 2 3. ده مثال عكسي، انا كده بقى ايه؟ بكبر مش بصغر. خلاص هو المفروض هنا له كتف، كتف حتى لو صغير، فممكن اقول له امسك ده اطلعه بره 10 سم حتى، وبعدين لاين خش كده مثلا بتاع 15 سم، وبعدين اخشهم كده تاني واقوم موقف الباب على الجوز ده، اقول له اس سي انتر، واقول له دي النقطة اللي هتثبت، وار انتر، واقول له النقطة دي تثبت ماشي، والنقطة دي هتهالي هنا، وبعدين اقول له تريم تي ار انتر، واخد دول كده اهو ديليت، واخد ده لمسه فوق. طبعا هحتاج بقى اخد ده واخد ده وارميهم على الطبقة، مش طبقة الزيرو، طبقة الجدران. خدوا بالكم ان البلوكات دي اتحطت برضه في طبقة زيرو. طب هي ليه ما جاتش بلون الطبقة؟ خلاص لان هي انا ملتزم بلون البلوك، يعني هي ما اتعملت في ملفها الاصلي كان لونها كذا، عشان اديها لون افضل ان انا افجر البلوك عشان ادي له لون، مش مشكله. فانا هعمل ايه؟ هاجي هنا كده واعمل طبقه جديده اسمها البلوكات. عارف لو في مشكله اسميها بالانجليزي بلوكس. خلاص واديها لون مبدئي اخضر، وطبعا مش شرط البلوكات تبان باللون الاخضر لو البلوك في طبقته الاصليه معمول بلون غير الاخضر. وبعدين امسك ده وده، خلاص والاصل بتاعهم عشان لو استخدمته بعد كده الثلاثه في طبقه زيرو اقول لا وديهم لطبقه البلوكات. خلاص طيب انا عايز هنا باب، بس عايز الباب ده ظرفه واحده بيفتح شمال، فاقول له انسرت اي انتر براوز، واشوف باب هنا بيقول لك مثلا سنجل دور، ده بيفتح شمال وده بيفتح يمين، اخد اللي بيفتح شمال ده. خلاص وبعدين اعمل له مثلا ميرور ام اي انتر، واعمل له انعكاس كده، انا غلطت ده بيفتح يمين، خلاص نعمل له ميرور كمان ام اي انتر. واخد الاصل احذفه، واخد اقول له موف، وامسك ده كده اوقفه جوه هنا كده. طبعا الباب لسه كبير، هقول له اس سي انتر، واخد الباب واقول له النقطه دي تثبت، واقول له ار، واقول له النقطه الثابته دي ماشي اوكي، واقول له النقطه البعيد دي قربها لي هنا. خلاص الباب ده باب جريات او ده شباك صغير، شباك جريات، فطبعا له تشكيل مختلف شويه، هقول له لاين. كل ده نوقف في الطبقه اللي اسمها ايه، او هاخد ده واقول له انا واقف في طبقه البلوكات، وبعدين هشغل الطبقه دي عشان اريح دماغي بحيث الجديد يبقى عليها على طول، وهقوم راسم لاين. خد بالكم اللاين هيجي اخضر، وبعدين اعمل كوبي او اعمل اوفست بمسافه مثلا 5 سم، اخد الخط ده شمال وانتر انتر اسف كو انتر انتر، والخط ده اخده ايه يمين سكيب، وبعدين اخد الخط ده الخط ده اخدهم في طبقه البلوكات سكيب، وبعدين اعمل لاين ماشي. انا عايز اعمل سناب في النص، لو سناب ده مؤقت ممكن شيفت، اثناء ما اضغط شيفت اضغط كليك يمين واقول الميد بوينت، يبقى ده للخطوه دي بس، بس مش هبقى شغال معاه عموما. عايز اشغله عموما هضغط كليك يمين على الاسناب واقول له سيتنجز، واقول له الميد بوينت يشتغل معايا على طول، وام رسم لاين من هنا لحد هنا. ده دلاله ان ده باب ازاز ثابت او شباك ازاز ثابت. طب انا عايزه جريات، لو شئت الدقه، ما شئتش الدقه خلاص يعني. طب اعمل مثلا اوفست بمسافه مثلا 3 سم ولا حاجه، اوفست تحت اوفست فوق سكيب، وبعدين اعمل لاين كده مثلا، وبعدين اعمل فريم. الناس دي بتقطع في بعض، مش عايز ده ولا ده ولا ده ولا ده،
ولا ده، يبقى ده كده دلالة ان ده شباك. خلاص يبقى انا كده عملت البابين وعملت الشباك، هنا برضو في باب واحد ممكن اخد من ده كوبي فوق، فاقول له كوبي سي او من الكابتن ده نحطه هنا مثلا، وبعدين نعمل له ميرور كده، هتحذف الاصل، هحذف الاصل، وبعدين نعمل له موف ام انتر، نمسك ده نوقفه هنا كده ونقول له سكيل اس سي انتر، سكيل الكابتن ده انتر، ده نقطه ثبات، وبعدين اقول له ار انتر ريفرنس، اقول له دي اول نقطه ثابته والنقطه دي هاتها لي. خلاص احنا كده تقريبا خلصنا كل المطلوب. الدور ده فيه سلالم عشان يطلع للدور اللي بعد منه سلالم، هنا السلالم دي بقى لها حسبه، لان المفروض ان السلم ارتفاعه 15 سم، اقل من كده هيبقى سلم ممل درجاته كتير على الفاضي، اكتر من كده يبقى السلم مجهد بس بوفر في المساحه شويه. فهو العرف يبقى يعني عشان يبقى بدنيا مريح للانسان ارتفاعه 15 سم، وطول السلمه او عمقها في اتجاه قدام بيبقى 30 سم، عشان لو واحد راجل ومقاس جزمته 45 وتعتبر من المقاسات الكبيره، رجله بالكامل تحمل على درجه السلم، ما يبقاش كعب رجله في الهواء. اللي مقاسه اصغر من كده خلاص مش هنضر، اللي مقاسه اكبر من كده بقى يتصرف، مش هنعمل له يعني سلم مخصوص. فالمفروض لو السلم بالشكل ده بالمواصفات دي، انا عايز اطلع من دور لدور فاحتاج 20 سلمه، 20 في 15 تقريبا بال 3 متر بتوع كل دور. طبعا هو عايز يشتغل 270 لحد 33، يعني ده رينج ممكن هو يتحرك فيه حسب البلديه، حسب البلديه يعني تجبره على ارتفاعات معينه، هو عايز يعمل ارتفاعات معينه، بس ده الرينج المتوافق عليه من 270 ده الحد الادنى و33 ده الحد الاقصى. خلاص فانا بفترض هنا ان انا عندي الدور 3 فانا عايز اعمل 20 سلمه. ففي واحد بيعمل لي السلالم في الاتجاه ده، وبعدين سلالم في الاتجاه ده، وبعدين سلالم في الاتجاه ده، المحصله يكون عددهم 20، يعني على ثلاث اضلاع في واحد بيعمل لي سلم رايح جاي بس. بس باعتبار ان المنطقه دي عرضها كبير فاكيد هبقى فيه رايح جاي. خلاص هو هنا العرض ده قد ايه؟ دي ال اي، العرض من هنا لهنا 3 وشويه، فهو ممكن يعمل سلم رايح وسلم جاي وبينهم حته فاضيه، وممكن يعمل سلم رايح وسلم جاي من غير الحته اللي في النص دي بس يبقى السلم عريض. القرار ده مش قراري انا، قرار الرسام ده مش قراري، هو اللي عايز اعمل سلم ظروفه كده. فانا مثلا عايز اعمل السلم عرضه مثلا متر، فهنعمل ايه؟ هنبتدي بالجدار ده، ده هو هنقول له كوبي كابتن ده اتجاه ده مسافة متر. خلاص لان المفروض هطلع هنا السلالم بتاعتي، وهنا في سلمتين مثلا بالعرض، السلمتين اللي بالعرض دول عرضهم متر وحجزت لهم متر بتاعهم. طب انا عايز اعمل سلالم، هقول له كوبي او اقول له اوفست بثلاثة من عشرة، وادي سلمة انا كده بنزل التانية التالتة الرابعة خمسة ستة سبعة التامنة تسعة. طبعا انا مش شرط احتاج كل الدول، هنفهم يعني انا يهمني اظبط السلمة اللي في الدور اللي فوق وبعد كده نتفاهم. فالمفروض ان الراجل ناوي في الدور اللي فوق ان باب الشقة فوق الباب ده. خلاص فطبعا ممكن اول سلمة تبتدي عند باب الشقة، هقول له لاين اهو واعمل لاين بمتر، يبقى الراجل لما يجي يطلع فوق هيلاقي ان هنا في سلمه تدخل على الشقه على طول، وبعدين يعمل اوفست او انتر انتر، انا موافق على 30 سم، ادي سلمه ودي اتنين. خلاص وبعدين مثلا المسافه دي ياخد فيها سلمتين كمان، ادي لاين ادي سلمه اهي، واقول له اوفست انتر انتر، ودي سلمه كمان ودي سلمه كمان. خلاص يبقى انا هنا عندي كام درجة بقى؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. خلاص هو دلوقتي عايز يوصلهم ل 20، ما ينفعش تعمل ايه؟ اذا كان عندك دي طويلة اوكي، بس دي قصيرة خالص هتعمل ايه؟ يعني هي دي في مشكلة، مشكلة بتبان في الدور اللي فوق، هنا مفيش فرصة ان يبقى فيه سلالم كتيرة. خلاص طيب انا كده وقعت في ورطه، مش انا المسؤول عنها، اللي بيصمم مسؤول عنها، فانا اروح اقول له انا مش عارف اعمل لك عدد السلالم،
خد بالكوا المشكله لو اتحلت هنا تبقى في مشكله في الادوار اللي فوق. يعني انا عايز المنطقه دي ار اي سي، المنطقه دي كده مجازا يعني، يبقى فيها السلالم صف رايح وصف جاي، وهنا في سلمتين ثلاثه. يعني اذا كنت في اول دور ممكن اعمل سلمتين ثلاثه هنا متقدمين، مش هقدر اعملهم بعد كده. طب ايه الحل؟ الحل ان انا هرجع له تاني، فهيقول لي خد الجدار ده طلعه لفوق او الجدار ده نزله لتحت، عشان يبقى هنا في فرصه احط شويه سلالم معتبرين، انما سلمتين ثلاثه واطلع ما ينفعوش يعني. فانا افترض ان انا هرحل الجدار ده في اتجاه تحت مثلا 60 سم، فاقول له اما انتر، خد بالكم بقى، خد الجدار ده بدا بدا بالباب السده دي انتر، واضغط هنا في اي حته كده واتحرك لتحت 60 سم مثلا. قرار مش قراري، خد بالكم قرار مش قراري، يعني الراجل اللي شغال معاه هقول لي اتحرك زود فوق زود تحت، مش هضرب الارض اطلع مكان للسلالم يعني. ونلم الجدران بتاعنا تاني. طبعا بقى يعني اللي هيديك التصميم هيكون نفذه قبل كده 100 مره وعامل حاجات شبهه، فاديك ارقام صح من اول مره. اصبح هنا في فرصه ان انا احط سلالم اكتر. خلاص؟ فهبتدي اعمل اوفست وانتر، وممكن هو يتغلب عن الكلام ده على الكلام ده ويخلي درجه السلم مثلا مش ب 30، ممكن كفايه 28. هتفرق معايا. اقوم شايل الحاجات دي كلها واقول له كوبي كابتن ده اهو مسافه مثلا متر، واقول له اوفست او انتر 28 سنتي وزي كده. طبعا ممكن استخدم الاري، بس طبعا انا الواحد اتعود من زمان على الاوفست ده فبيكسل يروح للاري، ولو انه بيوفر وقت. خلاص، وهعمل مثلا لاين هنا من عند اول باب الشقه بتاعي بمتر، واقول له كوبي. طبعا هنا في مشكله في الطبقات، او اقول له اوفست هنصلحها بعدين او انتر انتر. خلاص اصبح هنا في فرصه ان يبقى في درجات اكتر. ممكن اقلل الحته دي شويه اخليها مثلا 80 سم كفايه، عندي فرصة ان يبقى فيه درجة اكتر كمان. خلاص هاجي ارسم لاين او اعمل اوفست موازاة بمسافة 80 سنتي للجدار ده، اسف كوبي او اوفست الجدار ده مسافة 80 سنتي. تعالوا نقيس دي ال اي، هو ده طوله قد ايه؟ متر 55. نعمل طول مجازي يعني. طيب قول له اوفست ب 90 سم كفايه هنا، وبعدين اقول له تريم تي ار انتر، ده بيقص ودول هيتقصوا خالص. يبقى كده السلم عرضه 90 سم بس، وبعدين اوفست تاني 90 سم هنا برضو، وبعدين اقول له تريم ده بيقص ودول هيتقصوا كده. في فرصة إن السلالم تكتر، هنا برضه في فرصة إن أنا أعمل سلالم تانية. وبعدين هقول له أوفست، لو تفتكروا كنت شغال ب 28 سنتي، أدي سلمة تانية تالتة الرابعة، السلمة دي لو كبيرة شوية مش قضية. وبعدين أعمل لاين يقفل كده مثلا، وترم ده بيقص ودول بيتقصوا. خلاص نعد بقى، أنا دلوقتي عايز 20 سلمة. ادي رقم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. دي اخر سلمه انا عايزها، دي انا مش عايزها، فاقول له ايه ترم، تقول انا مش عايزه. خلاص كده يبقى انا كده لو خدت دي سلمه 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20، يبقى كده ايه كله تمام. ماشي، هو بيحسبها لك يعني، هو عايز يعمل بير السلم مثلا، المفروض بير السلم عرف مثلا يعني مثلا 3 في 3 او 3 في 260 او 3 في مترين، هو بيشوف بقى يعمله 3 اضلاع ولا ضلعين. طب لو ضلعين يبقى كل ضلع فيه كام سلمه، هو بيظبطها. فينا خط انا حسبته غلط. ماشي، طبعا قصه السلالم دي كلها مفروض مثلا في طبقة الجدران
ماشي، عشان افهمه ان السلالم بتطلع لفوق، ممكن اعمل له لاين كده. انا عايز احذف النص، كليك يمين، سيتنجز، طيب النص ده كده، وعند نص ده واجي هنا مثلا اعمل له كده ايه، سهم. السهم ده دلالة ان انا بمشي في الاتجاه ده، ممكن اعمل برضو بداية للسهم وميرور ام اي انتر ميرور ده هنا. يبقى السلالم بتاعتي بتطلع كده، ممكن ارقمها كمان، ممكن اخد التكست اسكيب، اخد التكست على خط واحد واقوم ضغط هنا مثلا كده، ومحدد ارتفاع الرقم بالمسافة دي والزاوية زيرو، واكتب له مثلا واحد. يبقى ده السلمة رقم واحد، وبعدين اخد منها كوبي كده، ماشي. وبعدين هنا ايه، دبل كليك واكتب اتنين، دبل كليك واكتب تلاتة، ماشي، وهكذا. حضرتك بقى لو رحت اتدربت في مكتب، ما تتوقعش ان هيسيبك تعمل لو انت الجدران وهو يحط الارقام، تبقى انت ليك الحاجات البسيطه دي، يبقى انت معلش شغال عنده صبي شويه، لحد بس ما يعني ايديك تتقل في الموضوع، يبقى عندك شويه سرعه تقدر تشتغل احسن. خلاص ده كده الدور الارضي، جدران بس من غير اماكن الاعمده. اماكن الاعمده بقى هو يقول لك حط مستطيل 30 في 40 50 في 60 في الحتت دي، يحدد لك ابعاد ويحدد لك حط في انهي حته، والمستطيل بالطول ولا بالعرض. وهديك ورقه كده تكتبها، مستطيل رقم واحد واثنين وثلاثه واربعه دول طولهم كذا عرضهم كذا، فيهم تسليح شكله له شكل معين، انما خمسه وسته وسبعه لهم طول تاني وشكل تاني وتسليح تاني. طيب انا دلوقتي مثلا رسمت دور، خلاص انا دلوقتي رسمت دور، طب عايز اخد الدور اللي فوق منه. المفروض حضرتك وانت شغال هتكون شغال في مكتب، فعندك برواز، ماشي، يعني عندك مثلا بيعملوا مستطيل كده مثلا ويعملوا له اوفست كده، وبعدين نعمل لاين، وبعدين اوفست، وبعدين لاين، وبعدين اوفست، وبعدين يجي التكست، مثلا الشركة المصرية للتشييد مثلا. طبعا هنا في مشكلة في الستايل، ممكن اخش هنا اكتب مثلا او الشركة المصرية بس، انتر انتر، خلاص هاخد ده. عندي مشكلتين، هقول له روتيت، انا اديت له زاوية غصب عني، ار او انتر، واقوم واخد الكلام ده مدوره، ماشي. لما بعلم على الكتابة دي واخش هنا، انا يعني شغال بالستايل ستاندرد، ستايل ستاندرد ده ما بيدعمش الكتابة العربي، اخش اختار اي ستايل بيدعم العربي. طب هنا مفيش، ممكن اخش هنا على الستايل مانجر واقول له انا عايز اعمل ستايل جديد، هسميه مثلا زيكو، يعني اسلوب جديد للكتابة، واقول له لو سمحت علم على زيكو ده. قول له لو سمحت زيكو ده مثلا الخط بتاعه اسمه ايه، نختار اي خط، نختار خط نبقى عارفين ان هو بيدعم العربي، سوسة مثلا، قول له ابلاي، قول له كلوز، وعلم هنا، وقول له انا عايز اشتغل بالاسلوب اللي اسمه زيكو، ماشي. زيكو ما فهمنيش، اكتب اسلوب تاني، يعني احاول اكتب تاني واشوف خط تاني يصلح لي الموضوع. وممكن لو انا هكتب كتير وعايز اصلح وقتي وانا واقف، هقول له انا عايز مالت لاين تكست، واقول له انا هكتب في المنطقه دي، وبعدين اكتب اللي انا عايزه، هوم شيفت اند، امسح الكلام، اكتب مثلا المصريه، وقوم جاي مصغر خط شوية، خط هنا طوله متر واربعة من عشرة، طبعا كتير بالنسبة للتصميم بتاعي، كله كفاية مثلا اربعين او نص، فكتين
الخط هنا فيه مشكلة بس أنا مش عارف أعدله. ماشي، شغل هنا بأسلوب اسمه زيكو، اختار له سمك أقل شوية واكتب المصرية للبناء. ماشي، وبعدين أقوم قافل، وبعدين أعمل موف مثلا بده. طبعا الكلام ده بيخلص على فكرة عمليا بصورة، يعني أنا ممكن أجيب صورة أو أجيب الشعار بتاع الشركة بتاعتي وأدخله هنا بالإنسيرت كأني بدخل بلوك. هناخد ده، ممكن ناخد الكلمة نعمل لها سكيل، سي سي انتر، ده اللي هعمل له سكيل، وسكيل مثلا بنص، وبعدين أعمل ترم، دول بيقطعوا في بعض، ابتدي أنضف. ماشي، وهكذا. وبعدين بقى احط التصميم بتاعي، ترم كمان. وبعدين اخد التصميم بتاعي ام انتر موف، واخد التصميم بتاعي ادخله جوه برواز اللوح. يبقى انا كده عملت الدور الارضي. طبعا انا مش كل مره بعمل البرواز، يعني البرواز ده انا بروح بلاقيه معمول واعدل في اسم الشركه واسم اللوحه والحاجات دي، البيانات اللي بتتحط يعني. عايز اخد منه بقى كوبي واعمل الادوار المتكرره. اقول له سي او انتر، واخد البرواز باللي فيه على جنب. طبعا هنا اسم اللوحه مثلا الدور الارضي، هنا اسم اللوحه الدور المتكرر. الراجل في الدور المتكرر هيقعد بقى يحكي لي قصه برضه او يديني سكتش، تعالوا احنا نعملها سوا. طبعا مش هيبقى فيه بواب في المناطق دي. او انا هنا ايه، اقول لي هنا مثلا في بلكونه عرضها متر، فاقول له كوبي كابتن ده في الاتجاه ده مثلا متر، واقوم ماسح ده اهو، واخد ده اضمه هنا. يعني هو نفس الشغل اللي فات، بس انا ايه بعدل بس حاجات ايه بسيطه، حاجات بسيطه كده. خلاص هو عايز يجيب البلكونه على الطرف شويه، فهقول له موف ام انتر موف للناس دي، بحيث ان ده يجي هنا كده شويه، اسيب كتفه بسيط. وبعدين اخد ده المه شمال، واخد دول المسهم شمال برضه. طبعا انا مش مهتم بقى ده طلع كام دلوقتي. خلاص هنا مثلا في شباك، وعايز الشباك في النص بالظبط، والشباك مثلا عرضه متر و10 سنتي، فاقوم راسم لاين مثلا من جوه لجوه. وبعدين هرسم لاين كمان في نصه، وهقول له كوبي او اوفست، كوبي بمسافه، وعايز متر و10، يبقى 55 يمين و55 شمال. واخد ده اعمله ديليت، وبعدين امسح دول، واخد دول كده اقفلهم على بعض. وبعدين اخد الخطين دول انزلهم تحت شويه، وبعدين اعمل ترم، الناس دي بتقطع في بعض اهو. وبعدين ده وده ملهمش لازمه، هعملهم ديليت. طبعا الحبه دول ده ملوش لازمه برضو. الخطين دلوقتي دولت هدخلهم في طبقة الجدران، ما ننساش كل شوية ان نخزن. ماشي، هدخلهم في طبقة الجدران. هنا مثلا عايز اعمل باب في المنطقة دي. خلاص هقول له مثلا لاين، هقفل دي، اقول له كوبي من ده على مسافة متر. أنا شغال يعني التصميم من دماغي. وناخد ده نرحله شمال، وناخد ده نرحله برضه شمال. ماشي، وبعدين أقول له لاين، ونقوم قافلين ده كده. خلاص عايزين نعمل هنا باب، أقول له لاين هنا مثلا، ونعمل له كوبي على مسافة متر، على فرض ان الباب بمتر، وترن. خلاص فوق الجزء ده هستغله للآخر، مش هحتاج بقى للطرقة ولا حاجة. ماشي،
هنا طبعا فيه هيبقى فيه جدار هقول له اوفست 12 سنتي اتجاه جوه، وبعدين نعمل فريماتنا انتر. ده بيطير وده بيطير، نصحح الدنيا كده عشان الكلام ده يروح في طبقة الجدران. يبقى ده الشكل بتاعي من فوق. طبعا هو الجدران فوق بعضها، طبعا هنا المدخل ده حتة واحدة، فوق هيبقى هنا في جدار. ماشي ماشي. هنفترض ان مثلا دول غرفة النوم، طبعا المفروض غرفة النوم مش هيبقوا على الشارع، المفروض غرفة نوم يعني، بس عشان التصميم يعني انا حاطط نسب مش مظبوطة. دول غرفتين النوم، ودي صالة ودي استكمال للصالة، فهنا مفيش جدار، الجزئين دول مفتوحين على بعض. فهعمل مثلا لاين هنا كده، او اقول له مثلا اوفست بمسافة 30 سنتي للجدار ده وللجدار ده، اسكيب ماشي. وبعدين اعمل تريم انتر، دول كده بيقطعوا في بعض، وبعدين ترم تاني انتر، دول بيقطعوا في بعض. وبعدين هاخد لاين كده مثلا، واعمل له اوفست ب 12 سنتي، وبعدين اعمل لاين كمان اقفل. المفروض بقى انا يعني احط هنا مسافة مناسبة، اخد الجدار ده احركه كده شوية. طبعا هنا بقى مفيش مجال للشباك، موضوع الشباك ده كله كده ملوش لازمة خالص. نوصل الحاجات دي على بعضها. ونرسم مثلا لاين النص، ونعمل اوفست او انتر 6 سنتي. هكون مثلا ده الحمام وده المطبخ، دي جدار يمين ودي جدار شمال. واخد الخط اللي في النص ده اسكيب، اخده ديليت، وادي مثلا لاين اوفست 12%، لاين ترم. ده مثلا الحمام. عايز هنا بقى ايه؟ طبعا هنا كده هيبقى في شباك، عايز هنا شباك وشباك، هقول له لاين و كوبي من ده على مسافة 65 سنتي، الشباك بيبقى أصغر شوية، واخده وسطانه يعني مش شرط توسطن قوي يعني. وبعدين اخد منه كوبي في الحمام. طبعا لو حطنا مثلا تقفيلة المطبخ ممكن اجنح بالشباك شوية يمين او شمال، نحطه مثلا في النص وترم. الناس دي بتقطع في بعضها انتر، والحتة دي انا مانيش عايز. خلاص، بناخد الكلام ده كله نوديه في طبقة الجدران. احنا ما خزناش، كنترول اس قبل ما ننسى. ماشي. المفروض بقى الباب ما يفتحش شمال، يفتح يمين. هقول له ميرور الاخ ده هنا، واخد ده ديليت، واقول له موف كده الشكل، اوقع شوي. ماشي. بقى هنا الراجل بيخش الشقة بتاعته، بيلاقي هنا غرفة نوم سنوية وغرفة نوم رأسية مثلا يعني، وهنا السفرة، وهنا الصالة الصغيرة، وهنا الصالة الكبيرة، وهنا طبعا في شباك أو حاجة زي كده. هقول له هقف في طبقة البلوكات، وهقول له ريك مستطيل، وهقول له بعد كده لاين، وأعمل خط في النص على أساس إن ده شباك إزاز عادي. وبرده نفس القصة، خط هنا وخط هنا. ممكن أعمل كوبي للاتنين نفس العرض، وأقول له ريكتانجل أر إي سي، أساس مثلا ده ألومنتال أو حاجة زي كده، أبسط تمثيل للشباك يعني. عايز أخد باب، أخد باب للحمام، هعمل كوبي من البلوك كده هنا كده، وبعدين اعمل له روتيشن اتجاه فوق. وبعدين احنا عايزين كده قصاده، ف لاين خد حزة ده، وبعدين ترم
وبعدين موف. طبعا باب الحمام المفروض يكون اصغر شويه، الفتحه دي مش منطقيه. ماشي، هناخد دي هنحركها كده شويه وناخد دول نلمس عليها. يعني في حاجات انا مهمنيش فيها البعد قد ايه. وبعدين اعمل موف باب كبير، هقول له اس سي سكيل، سكيل للكابتن ده والنقطه دي تثبت، واقول له ار انا عندي نقط معينه، ادي اول نقطه لا تثبت والنقطه دي هاتها لي هنا. ماشي، متهيألي هنا اوقع نخلي الباب يفتح شمال احسن، فهقول له ميرور الشباك ده كده رأسيا، وأقول له امسح النسخة الأولانية وموف، لمست لي النقطة دي على الركن. متهيألي يعني هو كده أحسن. خلاص، الدور اللي فوق إحنا عندنا هنا مثلا ده شباك وده بلكونة. خلاص، فعملوا البلكونة، البلكونة مثلا بارزة لبره متر، هقول له أوفست مسافته متر للضلع ده. وبعدين انا مثلا المفروض قانونا بسيب من الجار مسافه معينه، هو بقى عايز يلتزم مش هيلتزم ده موضوع تاني. فانا هنا يعني سايب مسافه، سايب مسافه اللي هي دي انا مش عارف هي قد ايه. خش جوه شويه كده كمان، وبعدين اعمل لاين كده ولاين كده. ماشي، وممكن اعمل بلكونه تاخد الاثنين لو انا عايز. ماشي، انا هنا هخلي البلكونه تاخد واحد بس عشان برضو لو قدرنا نشتغل في الواجهه يبقى في اختلاف. ماشي، في ناس بتعمل ايه بقى، في ناس في الادوار الفوقانيه بتبتدي تعمل بروز لبره. طب ما البروز البلكونه اهو، لا هو ده طالع بده كمان بروز لبره، عايز يطلع بالاوضه دي يوسعها شويه يطلع بيها مثلا بروز ولنقل 50 سنتي. فهعمل موف ام انتر الحاجات دي في الاتجاه ده كده 50 سنتي، ابتدي المسهم في بعض ترم شيفت شيفت شيفت. خلاص، وبعدين نعمل لاين او ناخد الاتنين دول نمدهم هنا كده، ناخد ده ديليت، ناخد ده نرجع ورا، وبعدين لاين. يبقى الراجل هنا برز في الشارع شويه، الادوار الفوقانيه بقى في الارض 50 سم. قانوني مش قانوني بقى مش شغلتي انا، انا ليا ان انا برسم بس. خد الحاجات دي كلها، طبعا انا كنت واقف في طبقه البلوكات غصب عني، خدت لون مش مظبوط، وديها طبقه الجدران. خلاص، يبقى هنا بقى الجدار ده في الدور اللي فوق ابتدى يبرز في الشارع شويه. خلاص، وده شباك، اقف في طبقه البلوكات. اوكي ماشي، نقول له ريكتانجل مستطيل كده. هو مثلا عايز الشباك في النص، ما علينا بقى، هنحط الشباك في اي حته واقول له لاين وابرز. واحد لما بيشتغل في حاجات فرضيات بيبقى شغال من غير حماس شويه، مش شغال حاجه عمليه، بيحس ان الدقه اللي هو بيلتزم بيها لها مردود. اوكي، ده قرش يعني قرش صغير كده ملوش باب. هنا في باب، هاخد كوبي من الباب اللي فوق، هقول له مثلا ميرور كده مثلا ميرور. ماشي، وبعدين اخد ده اعمل له ميرور كمان. لا انا مكنتش عايز ميرور في الاتجاه ده، هقول له ميرور ام اي واعمل له ميرور كده. وبعدين اخد ده اعمل له موف، يعني بالصدفه او انا كنت ظابطها متر متر. خلاص، بس طبعا المفروض باب الشقه اكبر من باب ده، اذا كان ده متر يبقى ده مثلا 90. طبعا عايز اخليه 90، هناخد الحته دي ونزقها لفوق 10 سنتي، ام انتر لفوق 10 سنتي. وبعدين نبتدي ناخد الحاجات دي ونطول الجدار لفوق، وبعدين نعمل سكيل اس سي انتر سكيل ده، ثبت النقطة دي وريفرنس، ادي أول نقطة وادي تاني نقطة هتبقى هنا. خلاص، البلكونة نعمل لها موازاة او انتر بال 12 سنتي مثلا،
وبعدين ترم. ماشي، بيتهيألي أنا كده إيه خلصت، ناقص لي بس إيه الفرش، وأنا هنحط الأبعاد النهائية. ماشي، في مبنى أهلي زي كده يعني، مبنى بسيط مفيش بقى داعي للسطح، مفيش داعي للكلام ده كله، يبقى أنا عندي كده دور أرضي ودور متكرر. يتبقى لنا مرحلة إن إحنا بنحط الفرش ونحط الأبعاد عشان نبقى جاهزين للطباعة، ونحط أي كلمات بتوضح لنا الاستخدامات بتاعة المناطق دي، ونبقى جاهزين للطباعة ونخلص المثال بتاعنا. هاخد ريست شوية وبعدين نكمل.